السلام عليكم. بسم الله. إذن زي ما قلنا ما فيش متام، وعلى بروكس هيكون 40 درجة على المشاريع، ويكون في فاينل عليه 60. تمام. عارف السيمافورز خطوط السكة الحديد مرات بيكون فيها كروس سيكشنز، تقاطعات. طبعا مش مسموح يكون في الكروس سيكشن واحد تقاطع اكتر من يمر يعدي اكتر من وان ترين ات وان تايم، ولا بيصير كولجن، بيصير مصيبة، مش هيك ولا؟ اوكي. فبيحطوا زي نوع من الكنترول، مرات بيكون بني ادم او اشارات وكذا، بيسموها سيمافور على اساس بده يضمن الميوشوال اكسكلوجن للكروس سيكشن. ما ينفعش يستخدموا ات اني وان تايم مور ذان وان ترين، مش هيك ولا؟ فهنا برضه بيسموها في الاويس، بيسموها ايش؟ اللي هو سيما فورس، بيسموها سيما فورس. وميزه السيما فور انه متعدد الاغراض، زي ما حنشوف ممكن يستخدمه كلوك، وممكن يستخدمه ككونديشن فاريبلز، يعني للسكرونزيشن، لليش؟ السكرونزيشن. هذا ميزه السيما فور. والسيمافور في الاساس عباره عن سم اوبجكت في انتجر فاليو، تمام، سم انتجر ممكن تعمل عليه عمليتين اساسيتين حسب البوسكس ستاندرد، اما سيم ويت او سيم بوست، هنعرفهم كمان شوي. وبما انه سم انتجر ات ماست بي انيشلايزد في الاول بسم فاليو، لانه بناء على القيمه المبدئيه اللي انت بتحطها بالسيمافور بيتحدد البيهيفير تبعه، بيتحدد البيهيفير كيف هيشتغل. تمام. اوكي. ف يو هاف تو نو اكزاكتلي ويتش فاليو يعني ماست بي بوت في السيمافور عشان يشتغل زي ما بدك، ماشي الحال؟ زي ما حنشوف. في طبعا في البوسكس في هيدر فايل اسمه سيمافور.h، في definitions لازمة للسيمافورز، you have to include this file عشان تستخدم السيمافورز. تيجي you declare some variable مسميه هنا اس، ايش نوع سيمافور type. طبعا التايب هذا declared وين؟ هنا في الهيدر فايل اللي هو هذا، وعاملين لنا function اسمها سيمافور initialized، عن طريقها بتعمل initialization لمين؟ للسيمافور. you must initialize semaphore before using it، ماشي الحال؟ هذه لازم تعرفها زي ما حنشوف كمان شوي. it accepts 3 arguments، طبعا بدها semaphore to be initialized الادرس تبعه. البارامتر الثاني بيحدد الانتنشن النية تبعتك، هل انت ناوي تستخدم semaphore جوا البروسيس between the threads تبعت البروسيس، في الحالة هذه بيكون بزيرو، او between different processes. in our case حنستخدم احنا ايش؟ فقط between the threads في نفس البروسيس، ولكن الكونسيبت بضل ايش؟ the same. تمام، ماشي الحال. لكن if you want to use a semaphore for synchronization between different processes، في الحالة هذه بيكون ال value some other value غير اللي هي الزيرو، يبقى تطلع على المان بيجز تبع السيم النت بتعرف الديتيلز كلها. بعدين البارامتر الثالث بيحدد القيمة اللي هتحطها في الايش؟ اللي هي في سيمافور، سواء زيرو او واحد، يوجوال بتكون سم فاليو زيرو او اكثر. تمام، يعني ممكن نحط النيجاتيف لاغراض خاصة جدا، لكن تيبيكالي في الشغل تبعنا بتكون زيرو او اكثر، زيرو او ايش؟ او اكثر. تمام، حسب الحاجة زي ما حنشوف. بعد ما تعمل initialization للسيمافور بتقدر تستخدم الايش؟ الويت اند البوست. طلع البيهيفير تبع الويت اند البوست، اي الويت بتوصلها سيم ويت، بتوصلها سيمافور. في الاول بيعمل decrement للفاليو تبعت السيمافور، قول له في الاخر، هو قول له اولا واخيرا عباره ايش؟ عباره انتجر، مش هيك ولا؟ سم انتجر.
الويت في الاول تعمل كومنت لمين؟ للسيمافور. اذا الفاليو صارت نيجاتيف ات سليبس بيستنى على السيمافور. ات از سليبس. ات سليبس. دائما لما تقول ات سليبس بالك هو اللي بده ينام بده سرير ينام عليه مش هيك ولا معناته وين حتعمل سليب؟ معناته لازم يكون في صم كيو برضه في سيمافور مش هيك ولا عشان تستند عليه لازم يكون في ايش؟ في صم كيو عشان بعد كلام واحد يصحي يعرف وين يروح يصحي وين هي وين يلاقيه مش هيك ولا هذا امبلايد يعني. لكن الايش راس الموضوع انه فيرست ديكومنس السيمافور اذا لقت الفاليو اوف نيجاتيف ات سليبس ات ويتس otherwise it returns ترجع تعمل ريتين. هذه الويت تعريف الويت تمام. و البوست ايش تعمل؟ انكريمنت. الاولانيه تعمل ديكريمنت باي باي كام؟ باي واحد. خلي بالك هذا مهم. البوست بيعمل انكريمنت باي كام؟ باي واحد. وبعدين اذا في حد ويتنج على سيمافور بيعمل له ويكنج لواحد بس. ممكن يكون بيستنى على سيمافور اكثر من 1 ثريد بيعمل ويكنج قبل مين؟ لواحد. في العاده اللي عليها الدور اللي في الاول تمام. ودائما البوست بتعمل ايش؟ ريتيرن. It doesn't wait. مين ممكن يعمل wait؟ اللي هو wait. وخلينا نفترض انه ال wait هذه على بعض is atomic تمام. بمعنى لو اجى عليها interrupt لو هو معمولة بالسوفتوير implemented بالسوفتوير اجى interrupt ممكن يصير مش مشكلة. لكن لو حد تاني طلب wait عشان نفس السيمافور او طلب بوست على نفس السيمافور تمام مش هيقدر يخش. هيستنى لغاية مين؟ لغاية ما الوقت اللي قبل او البوست قبل ايش تطلع وتضمنها ايش اتوم عشان يشتغل. لانه في الاخر سيمافور از جلوبال مش هيك ولا. فلو اثنين خش واحد كريمنت واحد كريمنت او كذا تلخبط كل الشغل ورجع لاصل القصه مش هيك؟ اي نعم. فشوت بي امبلمنتد ايش يعني بشكل اتوميك مش هيك اتوميكالي تمام. هذا تعريف تبع اللي هو الويت اند الايش البوست. وكمان شغله بدي اقول لكم عليها. لو اطلعت على السيمافور ولقيت القيمه تبعته نيجاتيف مثلا ماينس 10 تعرف معناته في 10 ثريدز بتستنى السيمافور. لو ماينس 5 معناته في ماينس ايش؟ 5 تمام. العدد بالنيجاتيف بيدي لك عدد الثريدز اللي بتستنى اللي ويتنج على مين؟ على السيمافور السليبنج على اللي هو السيمافور. طيب بدنا نشوف هلقيت اول استخدام للسيمافورز. هنستخدمه كلوك اول مره. كيف بتستخدمه كلوك؟ بتروح عامل لك فيريبل نوع سيمافور زي الام ويو انيشلايز ات هيات السيمافور بصينا الادرس تبعه. بعدين هنا زيرو لانه قلنا هنستخدمه جوا ايش؟ البروسيس نفسها بتوين ثريدز. بعدين هنا عادي بدنا نفكر فيها ونشوف المفروض شو بي كم. يعني بدل اكس لازم يكون سم ديتيرمين يعني ديتيرمين فاليو يعني مش اكس. وبعدين بيكون في عندك احنا ليش بدنا اللوك؟ عشان بيكون في كريتيكال سكشن بدنا نحميه مش هيك ولا؟ بدنا نعمل عليه ميوشال اكسكلوجن. بتروح قبل الكريتيكال بتروح بنادي الويت وبعديه بتنادي مين؟ اللي هو البوست تمام؟ طرد مبدئيا الكريتيكال ما فيش في حد خاشش فيه. تمام. ورحنا نادينا اللي هو الويت. المفروض اول مره الويت ما يعملش سليبنج تمام. وبالتالي المفروض مبدئيا ما ينفعش يكون قيمه الاكس انيشلايز بزيرو ولا نيجاتيف. لو كانت زيرو حيصير ماينس 1 ات ويل ويت. لو كانت نيجاتيف حيصير نيجاتيف اكثر ات ويل ويت مش هيك ولا؟ يبقى مبدئيا المفروض تكون الاكس زيرو او ايش؟ او اكثر. خلينا نقول تكون اكبر من زيرو صح كلام واحد او ايش او اكتر تمام. تكون واحد او اكتر.
زيرو مش حتنفع، حصير ماينس 1 تو الويت مش هيك ولا واحد او اكثر. سي مثلا خليناها باثنين، احنا قلنا واحد اكثر، سيبنا الباب مفتوح على الغير، خلينا باثنين تمام. اجى هذا ندى الويت صارت هلقيته بكم؟ واحد. It will not sleep، حيخش في الكريتيكال. طرد هو في الكريتيكال لسه ما خلص، حصل انتربت، اجى الثريد الثاني اشتغل. كريتيكال زيه بيشعل نفس الجلوبالز نفس الكريتيكال. قال انا بدي اخش على الكريتيكال، حينادي الويت. حيلاقي الام بكم؟ واحد. حيصير بزيرو، It will not wait. يعمل اثنين، حيصير الاثنين شغالين في نفس الايش؟ الكريتيكال. معناته اثنين ما تنفعش. لازم واحد. ومن باب اول ثلاثة واكثر ايش ما تنفعش، ضل مين؟ ضل الواحد. تعال شوف الواحد. لو حطيتها لقيت هنا واحد نبدا من اول، حينادي هذا الويت حيصير لقيت بكم؟ بزيرو. It will not wait، هي مرتين حيخش في الكريتيكال تمام. طرد هو في الكريتيكال حصل انتربت، اجى الثريد الثاني اشتغل، حينادي الويت حيلاقي السيمافور بكم؟ لا حيلاقيه بكم؟ بزيرو. ماينس واحد حيصير بكم؟ ماينس واحد. It will wait، معناته ضمننا ميوشال اكسلوجن مش هيك ولا؟ It will wait، معناته ما ينفعش لغير ايش؟ واحد. طيب ماشي، هل لقيت عمل ويت هذاك يعني في الاخر هذا حيكمل مش هيك ولا؟ وحينادي مين؟ البوست. البوست حيخليها لقيت بكم؟ بزيرو. ويعمل ويك اب لمين؟ لهذاك. وبعد الويك اب حيعمل ريتيرن على طول، وبالتالي حيخش على مين؟ على 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 على, على الكريتيكال، والسيمافور بكم؟ بزيرو. بس في الاخر اللي هو الثاني برضه يعمل ايش؟ بوست. حيخليه بوست، وبالتالي يرجع لاصله ايش؟ لواحد، وصار ولا واحد حاليا في الايش؟ بالكريتيكال. طبعا لو هذا لو بدا واحد وهذا ند الويت وخش بالكريتيكال وما حصلش انتربت وكمل الاخر يعمل بوست، يرجع لواحد الاصل مفيش اشكاليه مش هيك ولا؟ احنا مسكنا شغال على الاشكاليه على المشكل مش هيك؟ وبالتالي عشان يصير كالوك لازم الاكس تكون بكم؟ واحد. تمام؟ لو رجع وكانت زيرو الثريد الثاني هذا رجعها زيرو لما اشتغل باثنين. رجعها زيرو صح هذا. خلص مش هعمل تيست ثاني، هعمل ايش؟ اي هعمل ويك وهيكمل تمام؟ يعني هذاك هيكمل هيخش على الكريتيكال وايش؟ هو ماسك اللوك. هو ماسك مين؟ اللي هو اللوك. ودائما البوست بيصح يكمل ايش؟ جاست وان ثريد مش اكتر تمام؟ تالت وركس تمام؟ بس بشرط يكون الويت اند البوست ار ايش؟ ار اتوميك تمام؟ بيشتغل سواء على سنجل سي بي او مالتيبل سي بي يوز كذا ثريد ات وركس تمام. بيسموه باينري سيمافور. ليش باينري؟ لو تلاحظ السيمافور اما ان ات از هيلد زي اللوكس العاديه، اما ان ات از هيلد او نوت هيلد، اما اكوايرد او نوت اكوايرد. اوكي له الحالتين هذول، فات از ايش؟ باينري سيمافور بيسموه. بس لازم الاكس تكون بكام؟ اللي هو واحد. طيب ممكن كمان تستخدم السيمافورز للسينكرونايزيشن زي ما استخدمنا الكونديشن فيريبلز. يعني بدك إشي يتم بترتيب معين، مثلا هذا يبدا ويستنى حد ثاني، والاولاني ما يكملش لغايه ما الثاني يخلص. زي ما شفنا لما بيرنت عمل تشايلد تمام، بدنا بعد البيرنت بيعمل تشايلد، في الاول تشايلد يشتغل تمام، وبعدين ويخلص، وبعدين البيرنت يكمل الشغل تبعه. ممكن السيمافور تستخدم الاغراض هذه فور اوردرنج، يعني فور سينكرونايزيشن زي ما استخدمنا الكونديشن ايش؟ فيريبلز تمام. نشوف كيف الشيء هذا بيتم. طلع هنا الكود التالي، هاي السيمافور اس طلع في المين it should be initialized. هاي سيم initialize، هاي سيمافور وزيرو اكس لسه مش عارفين احنا شو قديش الاكس تمام. وبعدين المين الثيرد حتطبع المسج هذه عشان نعرف انه هي المين. بعدين هذا ثريد
السي اذ ثريد عمل كريت بصاله الثريد فاريبل وهنا حيشتري على ديفولت اتريبيوت وهذه الفانكشن تو بي ران في الثريد وهنا بدناش ريتيرن فاليوز عارفين الكلام هذا شيك. وبعدين عمل ويت على الاس تمام نادى السيم ويت على السيمافور لقيت خلي بالك لو السيمافور انيشاليز بدت الاكس مثلا بواحد اوكي وبعد الكرييت صدف انه البيرنت استمر في الشغل لقيت لما ينادي الويت حيصير بزيرو ات ويل نوت ويت حيكمل مش حيصير اللي بدنا اياه معناته المفروض اكس ما تكونش بواحد اول ما تكونش كمان ايش اثنين وطالع طيب نجرب الزيرو يبدا ايش انيشلايز الزيرو لقيت اذا زيرو وصادف انه البيرنت اشتغل قبل التشايلد هيعمل ايش هيعمل ويت هيصير السيمافور بكام ماينس 1 بالتالي ات ويل ويت تمام وهيشتغل لقيت مين التشايلد الشايلد هيشتغل شغله تمام ويعمل برنت اف والشغل تبعه وبعدين هيعمل بوست البوست ايش هتسوي؟ هتخلي السيما فور بكام؟ بزيرو وتعمل ويك اب لمين؟ للبيرنت تعمل ويك اب لمين؟ للبيرنت وصار هجر السيما فور ايش؟ بزيرو تمام حيخلص الشايد وبعدين يجي يكمل الويت حيكون السيما فور بزيرو مش هيك ولا وبالتالي حيرجع مش هيك ولا حيرجع هو دائما الويت لما بيكمل في السيما فور دائما بيرجع ماشي الحال اوكي لكن بيرجع مش هيك وهيطبع المسج تبعه وبالتالي ضمننا انه البيرنت اشتغل بعد مين كمل بعد الشايد السيناريو اللي غير هذا كان ممكن بعد الكريات الشايد يشتغل مش اشكاليه في الحاله اذا الشايد اشتغل هنا اعمل ايش بوست حيصير بكام بواحد وهيطلع مش هيلاقي حد ويكينج ويتينج مش هعمله كم مش مشكله بس على الاقل السيمفور صار بكام هيت لما يجي البيرنت يشتغل هيعمل ويت واحد ماينس واحد بصير زيرو ات ويل نوت ويت حيصير حيصفي السيمفور على كام؟ على اللي هو زيرو تمام وتالي توكس مش هيك ولا لا تمام اذا الاكس ماست بي كام هنا؟ زيرو ماست بي زيرو طيب ماشي بدنا نحل برضه البروبلم تبعت البروديوسر كونسيومر اللي حيناها باستخدام الكونديشن فاريبلز حنحلها لقيت باستخدام السيمافورز شوف اول محاوله مبدئيا خلينا نفترض انه كنا قلنا في عندي اري وبفرز مش هيك ولا رسينا عليه اري وبفرز والماكس بيحدد السايز تاعه مش هيك ولا مبدئيا نخلي السايز بكام؟ واحد ونشوف يشتغل ولا ما يشتغل تمام افترض انه في عندي تو ثيردز برودوسر اند ايش؟ اند كونسيومر وشغالين على سنجل سي بي يو طلع الكود نشوف الاول الكود هاي البفر الري او انتجرز السايز تبعه كم ماكس مبدئيا الماكس بكم بواحد للتسهيل وبعدين في عندي الفيل هذا بوينتر هذا رقم الاندكس تبع الايتم اللي عليه الدور اللي بزر يحط فيه ايتم مبدئيا بكم طبعا زيرو بينما اليوز اللي هو الايتم اللي عليه الدور الكونسيومر ياخذ منه مبدئيا برضه بكم زيرو طلع البوت البوت بفر اوف فيل بتبصيله فاليو طبعا الايتم عليه الدور اللي هو الفيل بيحط فيه القيمه الفاليو وكمنت الفيل باي واحد ومنديله ماكس عشان يجيب الريميندر ويشيل كسيكر مش هيك ولا عارفين هاد اوكي هذا البوت فيش فيه ايش الجيت ايش بتسوي اللي هي بتشوف على مين الدور ناخذ من مين وتالي التيم بيساوي بفر اوف يوز
وبرضه increment the use ونديله max عشان يجيب الريميندر ويشيل الكاسيكوار بعدين return التم بسيطين عاديين مش هيك فيش مشي زي اخر شيء اخذناه. لكن طلع على الشغل اللي فيه سيمافورز هلقيت لاحظ استخدم كم سيمافور؟ اثنين empty and full تمام. حنشوف كيف حيستخدمهم هلقيت. بعدين طلع على المين الانيشاليز تبع الامتي انيشاليز بكم؟ ماكس. عشان مبدئيا في كم بفر فاضي؟ واحد. بينما الفول انيشاليز بكم؟ على اعتبار في مبدئيا في كم واحد فول؟ زيرو. في ايش؟ زيرو. مظبوط؟ اوكي ماشي. اطلع على الكود تبع اللي هو البروديوسر. سيم مثلا اشتغل في الاول اللي هو البروديوسر. قال اي بيساوي زيرو اي اقل من لوبز اي بلس بلس. اعمل وات على الامتي. الامتي مبدئيا بكم قلنا؟ بواحد. حصير ماينس واحد حصير بزيرو ات ويل نوت ويت واعمل ريتيرن. ترى هيعمل ايش؟ بوت. هيحط الايتم الاولاني. يعمل بوت على مين؟ على الفل. عشان لو في كونسيومر تشتغل على الفل صحيح لكن مبدئيا ما فيش ولا ايش؟ ولا كونسيومر. تمام؟ فاضل البروديوسر عمل كم انتريشن. يعني صادف انه الاو اس شغله يعني خلاه يشتغل بعد كده. هيلاقي الامتى لقيته بكام؟ بزيرو. وبالتالي الديكريمنت حيصير ماينس واحد ات ويل ويت ات ويل سليب. لو البفر صار ايش؟ لو الماكس خلي بالك بكام؟ واحد. بعد كده هيعمل احنا ريلاكسيشن هخليه زي ما بدنا وبالتالي ات ويل نوت ويت ماشي الحال بس شوي شوي. صار الامتى لقيته بكام؟ ماينس واحد. فاض كونسومر بعد كده اجى اشتغل. زي ايش؟ اشتغل. اوكي؟ تم مبدئيا هنا بزيرو وايل تم ما بيسويش ماينس واحد اول مره مش ماينس واحد وبالتالي هيعمل ويت على مين؟ خلي بالك الفول هلقيت بكام؟ وعمل له البروديوسر اللي هي بوست اول مره بواحد. فاللي صار الفول هلقيت بكام؟ صار بزيرو. صار بزيرو ويت ويل ويت ويل ريتيرن. وقتها هيعمل جيت لون ايتم. هيعمل جيت لون ايش؟ لو ايتم بس هيجي يعمل بوست لمين؟ للبروديوسر. هيجي الامتى لقيت بكام؟ بصفر. واحد لا كانت هي كانت واحد دخلت اثنين. عامل كم اعتقد ماينس واحد مش هيك ولا؟ هيرجع الامتي لما يعمل بوست على الامتي هيصير امتي بكم هلقيت؟ بزيرو. يعمل ويك اب لمين؟ للبروديوسر. سيل البروديوسر اشتغل هلقيت؟ بما انه صار له ويك حيرجع من الريتيرن ويحط ايتم جديد لانه الاولاني اتاخذ ويعمل بوست على الفول كمان ايش؟ مر مش هيك ولا؟ وترجع الفول ايش؟ اللي هو واحد من اول جديد مش هيك ولا؟ وهكذا. طيب افترض الكونسيومر نبدا من اول وجديد. افترض الكونسيومر هو اللي بدا في الاول قبل مين؟ البروديوسر. هيجي يقول ايش؟ ويت على الفول. حيلاقي الفول مبدئيا بكام؟ حيطول ويت مش هيقدر يكمل صح لغايه ما يجي البروديوسر ايش يحط وان ايتم ويعمل له بوست ويك اب على الفول. ساعتها حيكمل مين؟ الويت مش هيك ولا؟ اوكي فالسوليوشن هذا على سنجل سي بي يو حتى على مالتي سي بي يو شغال مش هيك ولا؟ سواء اللي هي سنجل بروديوسر سنجل كونسيومر او مالتيبل واخد بالك؟ ات وركس بس على بشرط الماكس تكون بكام؟ بواحد. لكن لو الماكس صارت اكثر من واحد هتبدا تصير المشاكل تمام؟ هنشوفها ايش؟ المره الجايه.